ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلامنا في سكوب عن الملكة وكل طبعا المقتنيات الخاصة بيها وتصدر خبر وفاة الملكة كل عناوين الصحف العالمية وطبعا وسائل التواصل الاجتماعي. وعشان نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده هيكون معانا على زوم الكاتبة الصحفية شيماء عبد المنعم. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله، ايه الاخبار؟ كله كويس الحمد لله. شيماء، في البداية عايزة أعرف منك إيه أكتر خبر الناس دورت عليه بعد وفاة الملكة إليزابيث؟ بصي، هو أصلا خبر الوفاة في حد ذاته كان مادة قوية جدا الناس تدور عليها وتعرف هي توفت إزاي، لأنه زي ما احنا عارفين هي قعدت في الحكم 7 عقود، يعني أكتر من 70 سنة، فخبر الوفاة نفسه كان ناس كتير منتظراه يعني. بس هي اتعرضت لمشاكل صحية كتير على مدار الكام سنة اللي فاتوا، كان كل مرة الناس بتفتكر انه هي لا خلاص هتموت، حتى لما جالها كورونا كانت الناس بتفتكر انه لا هي مش هتعدي منها. بس مؤخرا اخر 3 4 ايام قبل ما تموت كان في اخبار كتير بتقول انه في فريق طبي موجود معاها وانه حالتها متأخرة، حتى اخر ظهور ليها قبل الوفاة بحوالي 3 ايام ظهرت ما كانتش قادرة تمشي خالص وكانت ماشية على عكاز. فده كان مؤشرات لانه خلاص هي قربت على ان هي تموت وان صحتها اتدهورت جدا. فخبر الوفاة في حد ذاته كان ناس عايز تعرف تفاصيل ماتت ازاي، لانه زي ما قلت لك كده هي قعدت في الحكم كتير جدا، فهو خبر جلل زي ما بيقولوا. تاني حاجه الناس كانت بتدور عليها طبعا ارتباط إليزابيث بديانا بشكل او ما، كان من الاخبار اللي الناس دورت عليها. بس هي ديانا برزت في حاجتين، اول حاجه ان هي لو كانت عايشه لغايه دلوقتي كانت هتبقى مرات الملك، او لو زي ما إليزابيث ادت لكاميلا لقب الملكة كان ممكن ديانا كمان تاخده. ده من الاخبار اللي برضو الناس تداولوها. واخر حاجة او يعني تالت حاجة من الحاجات اللي الناس تداولتها وجود هاري وماجن في الجنازة وان هما يحضروا اللحظات الاخيرة في موت إليزابيث، واللي حصل انه هاري بس اللي حضر لان الملك تشارلز طلب منه ان ماجن ما تحضرش اللحظات الأخيرة أو النظرة الأخيرة اللي هيلقوها على الملكة، أولا لأنه هم بيعتبروا اللحظة دي لحظة خاصة جدا لازم تبقى للناس القريبين قوي، حتى كانت برغم علاقتها الكويسة جدا بيهم ما حضرتش، وساعتها برروا عدم حضورها بأنه هي مشغولة بأن أولادها لسه داخلين المدرسة ومش هتقدر تتغيب عن ده. لكن طبعا الخبراء الملكيين علقوا على عدم وجود ماجن لناحيتين، الناحيه بتاعه انه هي لحظه خاصه جدا ما كانش ينفع تحضرها، والناحيه الثانيه المشاكل اللي ما بينها وما بين العيله المالكه اللي الكل طبعا عارف. طيب بعد ما هم عرضوا المجوهرات في القصر رد فعل السوشيال ميديا والناس كان ايه؟ بصي، هي طبعا الناس كلها بتتكلم عن مجوهرات الملكة وسايبين ثروتها على جنب، يعني مش فارق معاهم القصور والأراضي والممتلكات والفلوس، كل الناس بتتكلم عن مجوهراتها لأنه طبيعي ملكة في حكم إليزابيث حكمت مدة طويلة جدا يكون عندها مجوهرات ورث من جدتها، غير كمان الهدايا اللي تلقتها على مدار 70 سنة من أكتر من حكام بلاد. يعني مثلا في هدية من أضخم الهدايا اللي جات لها من حكم البرازيل وقت توليها الحكم، كان عقد ياقوت قعدوا فترة كبيرة جدا يجمعوا فيه. طبعا عارفين احنا الوقت ده ولا زال، يعني البرازيل فيها مناجم ياقوت وألماز وكده، فجمعوا كل الياقوت اللي كان موجود في الحكم ده وساعتها ادهولها هدية بمناسبة توليها العرش. ده غير بقى الحاجات اللي هي ورثتها من جدتها، وأشهرها العقد اللولي. هو عقد اللولي عبارة عن صفين، العقد ده الملكة كانت بتلبسه كتير جدا في معظم المناسبات. لو بصينا على الصور بتاعتها على من ساعة ما تولت الحكم وهي في العشرينات لغاية ما ماتت، العقد ده تقريبا ما بيفارقهاش مناسبة كتير جداً أو مناسبة لا. بالظبط كده. هي كانت بتفضل عامة المجوهرات اللي فيها لولي أو لؤلؤ، سواء في الحلقان أو في الحاجات اللي بتلبسها أو البروش اللي كانت بتحطه دايما بمختلف أشكاله.
المجوهرات دي بقى مصيرها ايه؟ لانه ده طبعا اللي كان شغل السوشيال ميديا ومكان وكل الناس بتبقى عايز تعرف المجوهرات دي مصيرها ايه. بمجرد موت الملكة المجوهرات دي اصبحت من التراث، جزء منها هيتنقل لتشارلز بتبعية انه ثروتها اللي هي عبارة عن 500 مليون استرليني، دي الفلوس السائلة غير الممتلكات غير المجوهرات، جزء منها هيتنقل لتشارلز باعتباره الوريث الشرعي للعرش وليها. طبعا هيبقى جزء من المجوهرات دي معاه، جزء منها طبعا هيروح لكاميلا باعتباره انه هو المتصرف في المجوهرات دي، فبالتالي هيديها للملكة اللي هي زوجته. وجزء منها هيتعرض في متحف هيتعرض فيه المجوهرات وأزياء الملكة ومقتنيات الملكة اللي الناس كلها تبقى عايزة تشوفها وتتفرج عليها. بشكرك جدا يا شيماء، وبكده تكون خلصت فقرة سكوب.